انا من المصابين ديال كورونا. الحاله ما كنتش حاس بها حتى دوزت واحد التيست، يعني جا بارازار وما كنتش عارف بان فيها كورونا، والحمد لله هاد الساعه ما كاين حتى شي مشكل. النصائح اللي نعطيها للناس هما ما يتباعدوا شويه، ما يتقاربوش، ما يتسالموش، دير الكمامه وما يكون خير ان شاء الله. النظافه دائما فهمتيني، من لما يتخالطش يبعد واحد بعد على الاخر. السلطات كنحيهم على هذه الزياره هذه، يعني كتحس تحسك بان راهم فهمتيني، بانهم راهم قايمين بالدور ديالهم وكنرجعوا فيك شويه ديال الحماس. هذا هو اللي كاين، وكنشكركم كاملين على الزياره ديالكم لينا. توكل عليكم. جينا هنايا تنزورو وكنعودوا المرضى ديال الكوفيد باش نحاولوا نعطيهم اولا افكار ديال الوقايه داخل المنزل، لان الناس كاين هلع ديال المرض وكاين الخوف من المرض، لهذا خصنا نطمئنهم. والطريقه التعامل هي اسهل حاجه، دير الكمامات ودير التباعد داخل سميتو التباعد داخل المنزل، ولا يمكن لهم الخروج من خارج المنزل. وثالث حاجه هو انهم يكون تباعد ما بين الاشخاص. لهذا الولايه الله يجازيها بخير فكرت فيهم وعطتهم واحد منحه فيها 100 كمامه لكل منزل فيها مصاب، وهذا يدل شيء انها راه تفكر حتى المريض ما بعد المرض في داخل المرض ديالو وما بعد المرض ديالو. والله يجازيهم بخير والله يشافي المرضى. بشكل متواصل ومستمر تقوم السلطات المحليه والمجلس الجماعي والمصالح الامنيه من القوات المساعده ورجال الامن واعوان السلطه بحملات التوعيه والتحسيس بشوارع وازقه المدينه، تدعو المواطنين والمواطنات الى التقيد بالاجراءات الاحترازيه للحد من وباء انتشار كورونا، وتدعوهم الى استعمال الكمامه باعتبارها اصبحت اجباريه، وعدم استعمالها تعرض صاحبها عدم استعمالها للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى تدعو إلى احترام مسافة الأمان والتباعد الاجتماعي والتزام بشروط الوقاية والنظافة. وفي إطار تنويع آلية التواصل المواطن مع المواطنين، استطعنا في مدينة قصبة تادلة من خلال السلطات المحلية والمجلس الجماعي أننا نديروا خيام التوعية والتحسيس اللي تم تثبيتها في أهم المناطق الاستراتيجية بمدينة قصبة تادلة، وكتلعب نفس الدور اللي تلعبوه ديال القوافل اللي كتكون بشكل يومي. بالإضافة لهذا أننا استطعنا أننا نوعوا من الخطاب ديالنا بحيث اننا استطعنا اننا نخاطب المواطن والمواطن في قصبة تادلة باللغه العربيه وباللغه الامازيغيه ديالك بجميع اللهجات ديالها، تيريفي تاسوسيت والاطلس. الناس الحمد لله لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.